السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ما هو الاتفاق ترشح استضافة مونديال 2030، يعني وين شاهدنا وين الاجتماع يعني المونديال والذي وقع عليه المغرب مع إسبانيا والبرتغال، وين وقع رؤساء الاتحادات الكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا اتفاق ترشح مشترك لاستضافة البطولة كأس العالم 2030، وهو اتفاق الذي كشف عنه الاتحاد الثلاثي في بيان مشترك نشرته تفاصيل وكالة الإسبانية، يعني وفق يعني الوكالة الإسبانية يوم الخميس. فإن رؤساء الاتحادات كرة القدم في المغرب فوزي لقجع والبرتغالي فيرناردو غوميز والإسباني بيدرو روتيس وإن وقعوا على اتفاق الترشح المشترك لاستضافة مونديال 2030، ووقعوا يعني وتعد الاتفاقيات بمثابة تعهد من الاتحادات الثلاثة بالتزام بقواعد والأطراف والإطارات التي تحكم عملية الترشح، كما تقدم توجيه لبعض الملامح التقنية الرئيسية ومنها معايير استضافة البطولة العالمية. يا إسبانيا استقبلت كأس العالم عندها 82 خيخون، وجاء في البيان المشترك للاتحادات الثلاثة ستعمل الاتحادات كرة القدم ثلاثة معا بدء من اليوم لتطوير ملف ترشح يفوق كل التوقعات لبطولة كأس العالم. وأعربت الاتحادات الثلاثة منذ شهر عن رغبتها في تقديم بطولة تعزز من إرثها وتساهم في نمو كرة القدم وأن يكون لها تأثير في عالم بأسره. ثلاث قارات، خلينا تاع الإكوادور وكل شهادو زادوهم غادي يديروا تما من عندهم المئوية هذه، هي قلتلك الإكوادور باراغواي الأوروغواي والأرجنتين هذا مكان. وبمناسبة ذكرى المئوية للمونديال سيكون هناك تركيز بشكل خاص على البطولة من خلال وضع قواعد استشهادية لما سيكون عليه يعني القرن القادم، حيث ستستعرض يعني الدول الثلاثة مضيفة للبطولة يعني ثقافتها الفريدة من وتعزيز التعاون بشكل أكبر بين أوروبا وإفريقيا وبقية العالم، وبكل ذلك تحت ضمانات أو أن تكون البطولة مستدامة ومرحبة بجميع مشجعين بغض النظر عن أعمارهم أو أصولهم. نورمال عادي الكوب ديال ما بصح مازال هما مازال ما غادي بالك يديروا القرعه، بالك الفيفا دير لهم قرعه شكون اللي ينظم كاس النهائي هذه. وفي اطار توقيع اتفاق يوم الخميس قال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع تحت قياده العظيمه للملك محمد السادس وين تنمو كره القدم في المغرب بشكل لم يسبق لها مثيل، بداية من كرة القدم الشعبية وحتى المنتخبات الوطنية، توحيد الجهود مع البرتغال وإسبانيا لتقديم البطولة كأس العالم، تغيير قواعد اللعبة كان خطوة تالية من استمرار في طريق النمو. خاطر على غادي يقفل القرن موراها غادي ثاني يدخل في قرن الزاوج في كرة القدم الرياضة. في المقابل قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو يعني وين ممتنون للغايه للثقه التي وضعها الفيفا في رؤيتنا للبطوله ونتطلع للعمل معه بشكل واثق خلال الاشهر المقبله في الوقت. قال رئيس الاتحاد البرتغالي فيرناردو غوميز ان توقيع اتفاق ترشح يمثل خطوه تاريخيه للاتحادات الثلاثه ولكرة القدم في الدول الثلاثة، ستعمل على تحضير ووضع خطة تبهر الجماهير في العالم. المهم وين غادي تكون دورة كبيرة كاع، تكون دورة كبيرة وإن شاء الله بربي المغرب تفوز بالنهائي إن شاء الله، علاش لا؟ على بينا المغرب يفوز بالنهائي ماشي عيب، هذه يا خويا.
وكاش العيب نورمال عادي والله. تعملها نقولكم بلا تولي بالصحة قلت لي هذه راهي زعما هي تبقى ما يلقى البوشة ما يلقى البوش ما يلقى البوش يلقى البوش شو يخدموا في رحبة يديروا ماتش ماتش بيناتهم المغرب مع الجزائر حنا ماذا بينا بصح ما مش بيها وما عنده من حقه عندهم الحق يخدموا لبلادهم انا سنتعرف حسب بس سهل اول هم يحوشوا يخدموا بلادهم خويا مش عيب يحوشوا يخدموا بلادهم خويا عندنا سهلة واحد قبل هو يخدم بلاده هو يخدم في بلاده وانتم داخلين عليها ها مؤامرة ها من ما كان لا مؤامرة لا والو كاش مؤامرة كيف انتم مؤامرة الربح حول ها مؤامرة انتم مي تربح كي صار والله او مين نربحو مؤامرة كي دايرة وين كون خسرنا يقول لك مؤامرة باغي كيما داك هذوك الزبال هذوك كي يهضرو يهضرو مؤامرة ضعفاء اللي يكون ضعيف يهضر على صوالح والله بنادم كي يكون ضعيف يكبر صعب ها داروا لي ها سحلوا لي ها هذو هما هذه يا خويا على هذيك نقولوا بلي ودي اليوم وين ال كوب دي موند ان شاء الله بربي يتمنى هات كوب في الاخرى كسبوها في المغرب الفينال الفينال ويكونوا مباريات كبار يكونوا شر هذه يا خويا ناس تخدم بلادها ناس تحوس على بلادها تحوس تدير في بلادها كل شيء يجيبوه لبلادهم هذه هي ماشي قاعد بلاطوات قاعد يمسدوا في الاشخاص ها لونترين ها يعاود يولي لك 2019 ها يعاود يولي لك الكونترا تاعو الاولى ها يهدر على التحيل 2015 او ديروا تربا غاديك الناس راهي طير ناس ناس هي الطيرة ناس عاد وصلت الناس الأرجنتين وصلت كوب دي موند داها وراه يحوس يدي 2026 شاك طب طب شاك طب طب ناس هي الطيرة صاحبي نتوما باش تهضرو 2019 ربحنا السينيغال ها الكونترا كاش قالو صوالا عند الرجالة صوالا والله ما كان عند الرجالة كاع غير عندكم برك نتوما لهنا شفناكم هذا مكان هذه يا اللي شفناكم نتوما برك طيروا دايرين هذا الحيحايه روحكم برك هذا مكان والله ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيتو خوتي.